الى العراق والاردن. جمال مبارك، توقعتك المباراه شلون راح تكون؟ هذا بالنسبه لي اصعب مباراه في كاس اسيا صراحه، يمكن تكون من اجمل المباريات، من اجمل المباريات جماهيريا. باديه قبل المباراه 3 أو 4 أيام انطحوا مع بعض، هذه المباراه الاعصاب تشوفها، وان شاء الله راح تكون مباراه جميله وحلوه وحبيه بين اخوان، ديربي، جماهير موجودين هنا، اللاعبين خالد ايضا كذلك طلعوا نجوم في هذه البطوله، سواء من الاردن سواء من منتخب العراق. فاتوقع خالد باكر المباراه راح تكون صعبه على الفريقين 100%. فتوقعاتي تروح مع المنتخب العراقي. ليش؟ لان المنتخب العراقي خالد طبعا الفوز يجيب فوز، الفوز يجيب فوز، بطوله تجيب بطوله، والثقه تجيب ثقه، وتزرع الروح حق اللاعبين اللي شفناهم خذوا كاس الخليج، خذوا غرب اسيا، قدموا مستوى قوي امام منتخب اليابان، يعتبر هذا بحد ذاته بطوله، واللاعبين خذوا الفرصه وخذوا اريحيه، وجماعات جماهيرهم اللي قاعد يزداد يوم بعد يوم في قطر. اما منتخب الاردن، منتخب الاردن فريق حقق مباراه امام منتخب كوريا مباراه كبيره، وعنده 3 لاعبين مميزين خالد، من اخطر اللاعبين التعمري يزن وعلي، يزن والمرضي، علي ومرضي، اي علي المرضي. فخالد هذول لاعبين مميزين، احنا دائما نسولف عن اكرم ويا معز ولا هيدوس والمعز، احنا لازم نشوف الثلاثي اللي مرات المنتخب الاردني، لاعبين مميزين ويعملون لك خطوره ويعملون لك الفارق، ايضا عنده المهارات الفرديه، السرعه والقوه والروح، تشوفهم يروحون بالخلف ويردون بالهجوم على هجمات مرتده، وعندهم ايضا التعمري خالد يمتلك عنده روح غير طبيعيه، وحتى يعني قيادي داخل الفريق، اللاعبين كل من يسمع كلامه، وكذلك الروح موجوده في المنتخب العراقي. مباراه خالد راح تكون مباراه فنيه، قوه، روح لاعبين، روح موجوده، بس المهارات الفرديه هي الباتش راح تحسن المباراه. فاتوقع فيها ممكن المنتخب العراقي راح يفوز. لياسر، طبعا حتكون مباراة بعتقد كبيرة بين كلا المنتخبين، يعني كلا المنتخبين في البطولة فقط يعيشوا في أحلى الظروف. ما قبل البطولة كان في كثير من المشككين، إن كان على مستوى المنتخب الأردني كان عم بخسر في المباريات الودية، وإن كان على المنتخب العراقي اللي كان عم بشككوا في قدرات المدرب من خلال التبديلات، من خلال دائما عم بجيب لاعبين جداد، كان في هناك بعض التشكك. ولكن لما دخلوا البطولة المنتخب العراقي أثبت أنه منتخب كبير، منتخب يعرف يتعامل مع البطولات الكبرى من خلال الفوز بمبارياته. يعني المنتخب العراقي كان عم بيمشي خطوة، وحتى بالتغييرات أثبت أنه المنتخب العراقي أفضل. المنتخب الأردني المباراة الأخيرة هي اللي عملت لغط، هي عملت نوعا ما يعني إحباط لدى الجمهور، أنه نحن كان ممكن أنه نفوز، رغم أنه مثل ما نفتح الماضي أنه هو اختار مسار، من حقه كمدرب يختار مسار، بس هذا المسار ممكن نوعا ما انه اخر مباراه انهزم فيها، فممكن تاثر ايضا نفسيا على 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 المنتخب. ولكن بشكل عام منتخبين قوايا، منتخبين يمتلكوا مفاتيح الفوز ومفاتيح المحافظه على الفوز. الاقرب المنتخب العراقي اللي شفناه شبه متكامل، يمتلك 3 خطوط كانت كل واحد أفضل من الثاني، بعكس المنتخب الأردني نوعا ما شفناه هجوميا من خلال الثلاثة الأماميين، دفاعيا كان نوعا ما كان، بس مباراة لمباراة عم بيكون أفضل. نتمناها أن تكون يوم غدا ديربي عربي، بنقول مبروك للفائز، بنقول هارد لك لله، ونتمنى الفريق اللي يصعد يكمل، نتمنى الفريق اللي ممكن يوصل لنهائي هو الفريق اللي يفوز. وشكرا للمنتخبين. يعني كابتن خالد، طبعا احنا نشوف التاريخ المواجهات بين المنتخب العراقي والمنتخب الاردني، 45 مواجهه، 24 فوز للمنتخب العراقي، 10 فوز للمنتخب الاردني، و11 تعادل. هاي الاحصائيات. انا الشيء اللي عجبني طبعا المنتخب العراقي هو حتى في دور المجموعات الاداء اللي قدمه بشكل يعني اداء مميز، مش على رتم واحد، يستحق المنتخب العراقي الحمد والثناء. وكذلك الفرق بانه اللي جمع بين الاداء والنتيجه، يعني المنتخب العراقي هم كان عنده اداء جيد، وهم نشوف احنا حصل على النتيجه. بالنسبه للمنتخب الاردني عموته شاف امكانيات لاعبيه، يعني خط الخطه، هو خلى الخطه والطريق والاسلوب حسب لاعبيه. هو طبعا اللي عنده الامكانيات هو
خلى يسكر مناطق الخلفية والانتقال للهجوم السريع. هذا اللي أخذه الأسلوب الكابتن عموتة وتوفق. المنتخب العراقي عدى الانضباط التكتيكي الكبير والمجهود البدني الكبير، وحاتصور طبعا المنتخب العراقي راح يروح البعيد، والمستوى اللي احنا شفناه لاعبيه اللي المدرب كاساس عرف شلون يستفاد من لاعبيه من المهارات اللي عندهم الامكانات اللي عندهم. فالصور بكره حتكون مباراه قويه، والمنتخب العراقي راح يؤدي مباراه كبيره وراح يفوز في المباراه. يا خالد بكره مباراه نشوف اهم اللي بيتحملوا الجانب الفريقين شق الدفاعي حراس المرمى، لان الفريقين ما شاء الله يمتلكوا حلول في الشق الهجومي، لاعبين مهارات الفرديه، التسديد، الحلول، المراوغه، صناعه اللعب، كلهم عندهم امكانيات. كورتون للامام، الاردني يعتمد على المرتدات مع السرعات، كورت الامام خطيرين، نفس الشيء العراق عنده حلول هداف، التحدي قوي، التحامات بتكون قويه، مباراه قويه. انا اتوقع مباراه من ما نشوف جمال كره قدم فيها قويه. نفس الشيء المنتخب العراقي اللي يمتلك الروح قويه جدا، ما اعرف ايش سرها، نفسي ذكرني بالطليان والارجنتين والجزائر، هذا اربع منتخبات في العالم عندهم روح، يعني ما في داعي تجيب لهم مدرب نفسي من خلقه. ما اعرف هل سر هو الجمهور، عندهم جمهور مجنون كره قدم، او سر اخر. هذا اربع منتخبات في العالم مكان ما لعبت دائما تحضر الروح والتحدي والحماس. واحد بنشاهد بكره مباراه نستمتع فيها في بطوله اسيا، بتكون مباراه قويه، انا اتوقع تنتهي نتيجه ممكن قوه الفريقين 4-3، واشوف العراق اقوى ولا اقرب للفوز في المباراه. لكن الاردن ليس سهل، بعطيها ملل العراقيين والفريقي، يعني الفريقين كلهم ما شاء الله. الحراس شكرا احمد، انتبهوا بكره، يعطيك العافيه، الله يستر عليكم. جمال توقعاتك لو سمحت. خالد مباراة الغد يمكن انا شاهدتها يوم امس بعد تصريح عثمان، بدت بين العراق والاردن. يعني صراحه مباراه يمكن هاي البطوله خالد لم يعني ما اعطتنا شخصيه بطل، لكن اشوف ملامح بالنسبه للمنتخب العراقي في هذه البطوله، انه ثلاث مباريات ثلاث انتصارات وبمستوى منتخب واعدين، منتخب عنده مدرب متميز. ايضا في المقابل المنتخب الاردني ظهر بشكل اخر، خلع قميص المباريات الوديه وظهر بقميص اخر من خلال هذه البطوله، لو استثنينا مباراه البحرين الاخيره اللي كانت فيها بعض الحسابات. لكن انا اشوف هي مباراه حقيقه، يعني غدا بتكون بين المدربين وبين اللاعبين وبين الجماهير في المدرجات، مباراه صعبه ولكن كفه العراق ارجح. خالد والله ابو جاسم اكذب عليك لو قلت لك ان عندي في بالي مرشح على الثاني، اشوف مباراه جدا 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 متوازنه بين الفريقين. انا مؤمن العراق افضل عناصريا كخبره، تسع نسخ متاهل كلام دور مجموعات بدون ادنى تردد في دور مجموعات انتصرت كل المباريات. لكن اهم مميزات المنتخب الاردني هاي هي تهديد كبير جدا للمنتخب العراقي. المنتخب العراقي في كل المباريات اللي انحط فيها دفاعه في مواقف لعب مفتوح وجدت له مشاكل في كل المباريات حتى اللي كسبها. ويزن وحتى تعمري اثنين من اكثر اللعيبه اللي شفتهم يسببون مشاكل لمنتخب كبير في امكانيات في كوريا الجنوبيه. مباراة شوفها جدا يعني مو من العراق افضل عناصريا، لكن في الحظوظ انا الى الان ما اشوف في احد عنده اغلبيه على الثاني. متاكد اني بستمتع باجمل مباراه في دور ال 16 واقول بالتوفيق للفريقين باذن الله اللي يتاهل منهم اشوفه متقدم في هذه البطوله. سعود اخوي خالد انا اتوقع ان بكره المباراه ما راح تخلص ب 11 لاعب ب 11 لاعب من قوه الالتحامات اللي راح تبين، مؤشرات تبين من اليوم مثل ما ذكروا الاخوان. باين ان المباراه بتكون يعني شاده حيلها من بدايه انطلاقتها، فاتمنى ان شاء الله التوفيق للفريقين، الفريقين فيهم عناصر ممتازه اللي هم يرجحون كفه كل فريق، واتمنى ان شاء الله ان احنا نشوف مباراه يعني تسعدنا وتسعد الجماهير، وتمنياتي لاحد الفريقين انه يواصل ان شاء الله المشوار الى النهائيات باذن الله، موفقين ان شاء الله. عبد الله جاسم. خالد مباراه صعبه، اللغط اللي حصل للفريق الاردني في المباراه الاخيره هو من اختار هذا المستوى وهذا الطريق بإرادته. الفريق الأردني خالد إذا بنلاحظ السنوات الأخيرة ارتقى مستواه الفني للأفضل. الفريق العراقي خالد يعني إذا بنقارن بين الفريقين يا خالد قدموا مستوى
لا يقال عنه مفاجأة. الفريق العراقي فاز على الفريق المرشح الأول الياباني، والفريق الأردني تعادل مع المرشح الثاني. المرشح الثاني، فبالتالي احنا يا خالد يعني نقدر نقول اليوم يعني من الصعب أي محلل يقدر يعطي تقدم لفريق على آخر، يعني ما تقدر يعني ترجح فريق العراق على الأردن أو العكس. فالفريق العراقي يملك عناصر جيدة وقدم مستوى رائع من خلال حصولها أيضا على بطولة الخليج النسخة الأخيرة، وأيضا من خلال تقديم المستوى الفني الرائع في هاي البطولة. ففوزهم فوز على اليابان وتعادل الأردن على الفريق الكوري أكبر دليل على أن الفريقين قاعدين يقدمون مستوى، وهم الفريقين يمكن العربيين الوحيدين اللي قابلوا أقوى فرق البطولة لحد الآن في المواجهات الصعبة. فأنا أروح مع 50-50 للفريقين. نشأت شو تقول حق لاعبين؟ والله أبو جاسم يعني أكيد هم هسا، أنا أعرف متأكد أنهم هسا نايمين، بس أعتقد رسالة توصلهم الصبح. مباراة باكر تختلف عن مباراة اليابان، صحيح تختلف عن مباراة المجموعة كلها. كان في سلبيات في مباراة الثلاثة، لكن احنا ما تكلمنا وما تطرقنا للسلبيات، وكان دورنا مهم جدا أنه نظهر الإيجابيات، والإيجابيات هي بحد ذاتها التسع نقاط هذه تسد يعني تسد كل السلبيات. مباراة غدا ما تخضع لا لتكتيك ولا لجمل تكتيكية كثر ما أنه تخضع للحماس والروح. أنا في وجهة نظري الفريق اللي عنده شخصية واللي يقدر يتمالك نفسه داخل الملعب، يقدر يعمل كنترول على نفسه في الملعب، قادر أنه يأخذ المباراة. المباراة ما راح تكون سهلة لا للأردن ولا العراق. وأنا أعتقد بدأت هذه المباراة مثل ما قال أبو خالد، المباراة بدأت قبل يومين من التصاريح، إذا كان الشحن الجماهيري وحتى بالإعلام. أكيد اللاعبين يعرفون وضعهم، يعرفون أنه منو خلفهم، وإحنا شاهدنا في بطولة الخليج وحتى شاهدنا في بداية كأس آسيا ودنشاهد الزحف الجماهيري الكبير. نعم ان شاء الله ان شاء الله راح تكون نتيجه لصالحنا ذا الرسم ان شاء الله. رسالتك للاعبينكم يعني شوف، هو يعني على الاغلب المشاكل السابقه اللي كانت متواجده في المنتخب الوطني ممكن بكره كلها تنحل باذن رب العالمين. كل المشاكل السابقه وكل المعيقات اللي كانت قبل بطوله اسيا هذا كله ان شاء الله بيلتغي باذن رب العالمين في نجاح اللاعبين في مباراه غد، زائد انه بيقدروا اللاعبين بكره يعملوا انجاز تاريخي لهم ويدخلوا في التاريخ، لانه نوصل دور الثمانيه بيكون انجاز حقيقي. طبعا اكيد موضوع الضغوطات النفسيه على المنتخب العراقي اكثر، لانه بتعرف موضوع السوشيال ميديا يعني كان فيه كثير توترات وفي قوه، فهذا الموضوع لازم نستغله اكبر استغلال احنا في الملعب، ولازم نحيد الجمهور العراقي بطريقه محترمه جدا. موضوع الاحترام لازم يكون عالي جدا للمنتخب العراقي، لكن بدون متعه بصراحه، يعني عشان نكون واضحين ما في متعه بكره، بدناش نستمتع، وانا متاكد برضو العراق ما راح يستمتعوا، بهمنا النتيجه بكره اهم من كل شيء. فالموضوع انك تلعب 200% و300% هذا اكيد مليون في المية، اللي مش لازم تبخل في اي يعني نقطه عرق من جهدك من اول ثاني لاخر ثاني. كل لحظات المباراه اللاعبين بكره مطالبين يكونوا مركزين مليون في المية. هذا الحكي بده هدوء وبده صبر وبده شخصيه محترمه، ولازم نظهر للجميع انه احنا بنستحق التواجد في هذا الدور ونستحق بالتواجد لادوار قادمه بين رب العالمين، وبنقدر بعديها بدون حكي كثير نكون احنا متواجدين ونكون احنا بشخصيه الفريق اللي احنا دائما كلنا بنطمح له باذن رب العالمين. طيب نروح لمؤتمر توقعت انت؟ لا توقعت لا. خلاص شكرا لك. نروح لمؤتمر كاساس مدرب المنتخب العراقي قال يعني بنشوف نرجع احسن. أنا كنت بانتظار هذا السؤال. قبل ثلاثة أيام أجريت مقابلة مع كوتشز بويس أحد المواقع الإسبانية، كذلك أجريت مقابلة مع صحيفة في الإمارات في الفندق لمدة ساعة. قبل ثلاثة أيام من مباراتنا مع اليابان أجريت مقابلة مع ماركا الصحيفة الإسبانية.
قبل 3 أيام من ولتنا مع فيتنام أجريت مقابلة مع كادينا سيرا وهي إذاعة إسبانيا. ماذا حصل؟ لقد فزنا في مباريات 3 صح؟ إن لم نفز غدا قد يقول البعض أن كاساس كان يجري مقابلة، لهذا لم نفز. أعتقد أن هذه تصريحات غبية، أم أن من يقولها يقصد الأذى، يقصد أن يؤذي المنتخب العراقي أو دولة العراق؟ إذن أعتقد أنها تصريحات غبية فعلا، لأنني أجري الكثير من المقابلات دائما قبل المباريات. إذن ما المشكلة الآن؟ هل يمكنك أن تشرح لي ما المشكلة؟ شكرا. طيب، هذا بالنسبة للمدرب كاساس اللي أعطى نقطة مهمة للتصريحات اللي تسبق المباريات، يعني هو زعلان من أنه ليش تروح تصرح. طبعا في النهاية هذا وضع طبيعي للمدربين النجوم أنهم يصرحون ويتكلمون طول ما هم موجودين في البطولة، هذا وضع طبيعي لأن الإعلام يدور عليهم، والإعلام لما يروح لمدرب أو لاعب أو نجم أو إداري هو يريد أن ينقل الفكر اللي عند الضيف إلى المشاهد، إلى المتابع، إلى المتلقي، إلى الجمهور، إلى المحب لهذا الكيان. وبما أنه هو كان مدرب المنتخب العراقي فهو وغيره من المدربين وجهنا لهم الدعوة بما فيهم مدرب منتخبنا الوطني لوبيز، كلهم بلا استثناء وجهنا لهم الدعوات. هناك من قال لا أنا ما أبغي وأكتفي بالمؤتمرات الصحفية، وكاساس لربما يعني أنه هو عاش معنا لحظات جميلة في كأس الخليج في البصرة، ومن المدربين اللي جاء وقعد معي بالساعات أيضا في احتفالية فوز المنتخب العراقي في البطولة جاء وجلس. النقطة الثانية والأهم، هل وجود كساس عمل زوبعة بين اللاعبين بين الاتحاد وعناصره؟ هل تكلم عن خلافات إن أنا والله عندي اختلاف مع اللاعبين أو ذنب في اللاعبين أو أخطأ على اللاعبين أو شكك في قدرة اللاعبين؟ بل من أول ما جلس ولحد ما غادر وهو كلامه كان جدا إيجابي عن العراق كدولة وكشعب، عن المنظومة الرياضية وتطلعاتها واستراتيجياتها والفيجن والأهداف اللي عندها المستقبلية، عن أمنياته ورغباته وأهدافه الحقيقية بالوصول مع العراق إلى أبعد ما هو يتمناه وهو الوصول إلى كأس العالم 26. حتى أن أظن جمال بوهندي اسأله عن برشلونة طبعا قال إيه نعم شيء أكيد أنه يفرح، لكن هو في النهاية عنده عقد مع المنتخب العراقي لغاية 2026. زبدة الكلام وملخص الكلام، دام أن الكلام لم يخرج عن السياق ودام أن الكلام يتم استثماره، هو ذكي، هو يعرف وين يروح يتكلم أو يتكلم مع من أو يوجه رسائل اللي عنده من خلال وين، يختار المنبر اللي يعرف أن الجمهور العراقي يثق فيه. مع كل احترامي وتقديري لكل القنوات احنا ما نقصد شيء، لكن أنا أتكلم اليوم لا، هو عارف يبقى عنده رسالة بيوجهها حق الجمهور العراقي، حق محبين الكرة العراقية، حق لاعبين المنتخب العراقي، حق كل من يعمل في منظومة كرة القدم العراق، يقول والله تعالوا أنا اليوم بطلع أتكلم. أرجع وأقول مرة ثانية فيما يخص لقائه أو الفوز والخسارة بعد اللقاء، كرة القدم نؤمن تماما فيها يا فايزين يا خسرانين، وإذا كنا اليوم خسرانين بكرة فايزين، هو في العراق سوى معنا لقاء ولا في الدوحة سوى معنا لقاء ولا حتى في إسبانيا، يبقى المنتخب العراقي منتخب كبير، اللاعبين قدموا عطاء كبير، ما قصروا من كأس الخليج، بكرة عندهم مهمة جدا صعبة، واتفقنا جميعا فيما سبق إذا كان عندنا توجه لهذا البلد يجب أن يكون التوجه الإيجابي والتوجه اللي بيكون في صالح العام. نقطة ومن أول السطر نروح إلى الكابتن حسين عموتة. مقابلة يعني بالغة من الأهمية، مقابلة يعني خروج المغلوب، وبالطبع يعني التركيز سيكون عالي جدا، مقابلة يعني صعبة أمام منتخب مقاتل يعني منظم جدا اللي هو المنتخب العراقي. طبعا نحن مستعدون يعني لخوض هذه المقابلة والظهور بالشكل يعني المطلوب،
ومن خلالها يعني نبحث على بطاقة تأهل إن شاء الله للدور المقبل. كابتن حسين عموتة يعني أنا أسميه المدرب بعد الطموح، المدرب اللي جانا البطولة وكانت عليه ضغوط قوية وانتقادات لاذعة، وبل أن وصل الحال إلى كمية من الكلام والإشاعات وما شبه ذلك بأن هناك من ينتظر الخسارة أمام ماليزيا ليتم استبدال مدرب بمدرب آخر. لكن الكابتن حسين عموتة دخل بهدوء، فاز المباريات، الآن هو في أي دور؟ في دور الـ16. حقيقة أيضا إحنا فخورين بالكابتن حسين عموتة لأنه من المدربين العرب اللي هو عنده طموح وعنده أنه مثل اللي يقول لك يبي ينسي الأردنيين المدربين السابقين، ها؟ يبي يقول حق الأردنيين ترى اللي موجود الحين يعني 100%. يعني في النهاية هو الكابتن حسين عموت أنا يعني بعرف أنه تعرض لضغوط، ويمكن أنتم مش راح تحسوها غير لو عشتوا مكانه، لأنه في الأردن كان عليه بصراحة هجمات شرسة. لكن إحنا لغاية هاي اللحظة يعني الكل حاليا واقف مع الكابتن حسين عموتة، والكل بمدح في الكابتن حسين عموتة، والكل ماشي معاه. لازم نشوف وين بده يوصل الكابتن حسين عموتة. إذا بده ينسي الأردنيين المدربين السابقين لازم يوصل لمرحلة أكثر من اللي وصلوها المدربين السابقين، في ناس منهم وصلوا دور الثمانية، فلازم يوصل أكثر بإذن رب العالمين عشان يثبت الحكي اللي الكل بيحكي إن شاء الله. حد عنده شيء؟